السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قسم الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، أعتقد أنه يجب أن أطبع المستند لكي أعطيه إلى زملائي في الصف. نعم بالطبع، يجب عليك ذلك. عنوان الدرس: عرض المستند وطباعته. أعزائي طلاب الصف الرابع الابتدائي، مرحبا بكم. أهداف الدرس: معرفة طرق عرض المستند، معرفة إعدادات الطباعة المستند. من صفحة رقم 46 إلى صفحة رقم 56، هل أنتم مستعدون؟ هيا بنا. أحيانا يكون المستند الذي أنشأته ليس لغرض الطباعة، وإنما من أجل مشاركته عبر الإنترنت أو لتدوين أفكارك للعمل بفاعلية. يمكنك عرض مستندك بطرائق مختلفة. طرائق عرض المستند: يمنحك برنامج وورد طرائق عرض مختلفة للمستند، وكل منها لها ميزاتها، ومنها تخطيط الطباعة، وضع القراءة، تخطيط الويب. نشاهد الآن من أين نصل إلى تخطيط الصفحة. من قائمة فيو أو عرض، نشاهد أمامكم برينت لاي أوت، وهي تصميم الطباعة، فول سكرين ريدنج، وهو نظام القراءة أو وضع القراءة، ويب لاي أوت، وهو نظام الويب، تخطيط الويب. يمكنك استكشاف المزيد من الخيارات من علامة التبويب فيو في مجموعة طرق عرض المستندات. تخطيط الطباعة هو طريقة العرض الافتراضية في برنامج وورد، إنها تعرض لك كيف يبدو المستند عند طباعته على الورق. عرض المستندات: إن أفضل طريقة لقراءة مستندك هي اختيار ريد مود، وهو وضع القراءة. هذا النمط من طرائق العرض يعطيك بعض الميزات التي صممت من أجل القراءة بدلا عن الطباعة. لعرض مستندك في وضع القراءة: من علامة تبويب فيو، وهي العرض، ومن مجموعة طرق العرض المستندات، اضغط على ريد مود، وضع القراءة. سيغطي المستند كامل الشاشة، وستختفي معظم الأزرار. للعودة إلى عرض الطباعة، اضغط علامة تبويب فيو لتظهر القائمة المنسدلة. اختر منها Edit Document، وهو تحرير المستند. نشاهد أمامكم طريقة عرض وضع القراءة. هناك طريقتان لتغيير طريقة عرض المستند. يمكنك الضغط فوق علامة تبويب فيو، ثم اختيار طريقة عرض معينة من مجموعة طرائق العرض، أو يمكنك استخدام أزرار العرض الموجودة بجوار شريط التكبير في أسفل الشاشة، أسفل يمين مساحة العمل. تخطيط الويب، تخطيط الطباعة، وضع القراءة. أحسنتم يا أطفال. تخطيط الطباعة هو الطريقة لعرض العرض الافتراضية في وورد، إنها تعرض لك كيف يبدو المستند عند طباعته على الورق. من الجيد استخدام طريقة العرض هذه إن كنت ستطبع المستند. هذه الطريقة هي التي عندما نفتح برنامج الوورد تظهر لنا تخطيط الطباعة دائما. تخطيط الويب يعرض مستندك كصفحة ويب. استخدم هذا التخطيط إذا كنت تجهز نصا مع صور لنشره على الإنترنت. عندما نفتح المتصفح الإنترنت نرى هذا التصميم في الوورد.
التكبير والتصغير. مرر المؤشر في شريط التكبير والتصغير في الزاوية اليمنى أسفل النافذة لجعل المستند يبدو أكبر أو أصغر على الشاشة. إذا أردت العمل مع تفاصيل صغيرة استخدم التكبير زوم إن، وإن أردت أن ترى كامل الصفحة أو أكثر من صفحة معا استخدم التصغير زوم أوت. ولكن تذكر أن الحجم الأصلي للنص والصورة لن يتغير عند طباعة المستند. نرى أمامكم شريط التكبير والتصغير وهو بجانب طرائق عرض المستند. يمكنك تغيير مستوى التكبير أو التصغير لحجم المستند بسرعة باستخدام الأزرار الصغيرة في شريط المعلومات الموجودة أسفل المستند بجانب شريط التكبير والتصغير. مشاهد الصورة أمامكم. الطباعة. من الجيد رؤية المقال الذي قمت بكتابته معروضا على شاشة الحاسوب، ولكن إذا كنت في حاجة إلى طباعة نسخة ورقية منه، فكل ما عليك فعله هو الضغط على مفتاحي Ctrl زائد B Ctrl B، ثم اضغط على مفتاحي Enter وستتم طباعة مستندك. إذا أردت استعراض المزيد من خيارات الطباعة من قائمة فايل، اضغط برينت وهي طباعة، أو اضغط كنترول بي. في الجانب الأيمن من الشاشة ستظهر برينت ريفيو معاينة الطباعة لترى كيف سيظهر مستندك على الورق. في الجانب الأيسر من الشاشة سترى مجموعة من الخيارات المختلفة للطباعة سيتينج. نشاهد الصورة معا. شاهدون الصورة أمامكم. إذا أردت طباعة أكثر من نسخة أكتب عدد النسخ أو استخدم الأسهم لزيادة أو النقصان في هذا المربع أمامكم أو المستطيل. اختيار طابعة من قائمة الطابعات المتوفرة لديك. شاهدون أين هو السهم؟ أحسنتم يا أبطال. يمكنك من اختيار اتجاه طباعة الصفحة عموديا او افقيا. اضغط الاسهم اسفل معاينة الطباعة لمعاينة باقي صفحات المستند. صور شريط التكبير والتصغير لرؤية تفاصيل اكثر من مستندك. اعدادات الطباعة. اكتب ارقام الصفحات التي ترغب بطباعتها في الصندوق، مثلا 1.5 لطباعة الصفحات من 1 إلى 5، 1.5 لطباعة الصفحات الاولى والخامسة فقط، 1.5.8.10 لطباعة الصفحات من 1 إلى 5 متبوعة بصفحة 8 وصفحة 10. طباعة كافة الصفحات يطبع كامل المستند. طباعة التحديد يمكنك من طباعة المنطقة المحددة فقط. طباعة الصفحة الحالية يمكنك من طباعة صفحة واحدة فقط بعد اختيارها، ويمكنك رؤيتها في المعاينة بعين الشاشة. إنشاء الاختصارات. إذا كان لديك مجلد يحتوي على عدد كبير من الملفات بينها ملف نصي تعمل عليه بشكل متكرر، يمكنك إنشاء اختصار لهذا الملف لتعثر عليه بسهولة عندما تحتاجه. الاختصار هو الرابط لمجلد أو ملف أو لبرنامج يوضح الرابط عادة على سطح مكتبك مساعدتك على الحصول إلى الملف المعني بسهولة وسرعة. دعنا نرى كيف يمكننا إنشاء اختصار. إنشاء اختصار، ابحث عن الملف أو البرنامج المطلوب إنشاء اختصاره على البحث. اضغط بالزر الأيمن للفأرة واختر Create Shortcut إنشاء اختصار. سيتم إنشاء اختصار في نفس الموقع الملف أو البرنامج الأصلي. قم بنقل الاختصار إلى سطح المكتب مثلا بواسطة الفأرة السحب والإفلات. أحسنتم يا أبطال.
يمكنك ايضا انشاء اختصار مباشرة الى سطح المكتب. ابحث عن الملف او البرنامج المطلوب انشاء اختصاره، اضغط بالزر الايمن للفأرة واختر send to ارسال الى، اختر create shortcut انشاء اختصار الى سطح المكتب. سيتم انشاء الاختصار الى على سطح المكتب. اذا اردت تحذف الاختصار اضغط بالزر الايمن على الاختصار واضغط delete. هل الجمل التالية صحيحة أم خطأ؟ استحمل الحاسوب للتحقق من إجابتك. أنت تستخدم ويب لاي أوت، تخطيط الويب، لترى كيف يظهر النص في الويب، صح ولا خطأ؟ صح، أحسنتم يا أبطال. عند اختيار برنت لاي أوت، تخطيط الطباعة، فإن المستند يظهر تماما كما سيطبع، صحيح ولا خطأ؟ أحسنتم، صحيح. يمكنك تحليل المستند أثناء عرضه بطريقة الريد مود وضع القراءة، صح ولا خطأ؟ خطأ، أحسنتم يا أبطال. صل أمر الطباعة مع الرمز المناسب له وذلك بوضع الرقم الصحيح في الدائرة المناسبة. تحديد اسم الطباعة 1، اتجاه الصفحة 2، أمر الطباعة 3، طباعة كافة الصفحات 4، تحديد الصفحات 5، تحديد النسخ 6، أحسنتم يا أبطال. حصتنا لهذا اليوم، شكرا لكم، مع السلامة.